السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دز وقصة جديدة. طبعا كالعادة اللي مو مشترك في القناة يشترك ويفعل جرس التنبيهات واديني لايك، اكتب لي تحت كومنت شجعنا كمل. تيجان دز، يا عز دز، والله العظيم اني احبكم كلكم، كلكم احبكم صراحة. ما قصرتوا معايا في اخر كم مقطع في الدعم، نهائيا دعم خرافي. انتوا كذا ولا بلاش؟ لاني ترى لما اشوف هذا الدعم ترى مرة اتحمس واقوم اصور ومنتج اضغط نفسي لين ما طلع لكم شيء مره كويس. طبعا اليوم بنكمل سلسله قصه الانبياء. اغلبكم في التعليقات في مقطع بدايه الخلق ومقطع ادم عليه السلام طلب ان يتكلم عن شيث عليه السلام. شيث مو شيف، شيث بحرف الثاء، شيث عليه السلام. اليوم نتكلم عن شيث عليه السلام وعن ادريس عليه السلام. بسم الله نبدا القصه. شيث عليه السلام ولد آدم. الله رزق آدم بشيث بعد ما مات هابيل لما انقتل. الله سبحانه رزق آدم وحواء بشيث، وشيث معناه هبة الله، نعمة من الله أو زيادة من الله. الله سبحانه وتعالى أعطاهم شيث هبة منه لما انقتل هابيل، وحزن عليه آدم حزن شديد. قال أبو ذر في كلامه عن الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله نزل 100 صحيفة وأربع صحف، يعني الكتب المرسلة من الله 104 صحيفة. تخيلوا نزل من الله على شيث ولد آدم 50 صحيفة من اللي اختص الله فيها الأنبياء، فيها الشرائع وفيها القوانين عشان تنظم حياة البشر. لأنه بداية البشر وبداية الحياة، فأكيد تحتاج تنظيم. علم آدم شيث معظم العلم اللي عنده، لكن شيث ما قدر يأخذ كل العلم اللي عند آدم، لأنه آدم تعلم من الله سبحانه وتعالى، وتعلم شيث أشياء كثيرة من آدم، وكان عالم من أعظم العلماء، وكان يعلم الناس الصناعة، وكان شيث يعلمهم كمان الحضارة، وعلمهم حسابات الليل والنهار، وعلمهم العبادة بهذيك الساعات، وكيف يعبد الله سبحانه وتعالى. فتولى شيث ولد آدم الحكم والنبوة بعد آدم عليه السلام، وصار يحكم في الأرض بالعدل والخير. لكن انتشر الفساد في السهول عند قوم قابيل زي ما ذكرت لكم في المقطع اللي راح، وانتشرت الجرائم ومنها القتل، وصار يقتلوا بعض ويقتلوا اللي يمروا عليهم من قوم آدم، يعني من أولاد آدم الثانيين، وانتشر الفساد. ومن شريعة شيث ولد آدم تحريم الاختلاط بأولاد وبنات قابيل، لكن مع هذا الإغراء من ذرية قابيل بدأ بعض الناس يعصوا شيث، وصار يروحوا القوم قابيل ويتأثروا بالشهوات والفساد، وصار يروحوا للسهول. في يوم من الأيام نزل رجال من أهل الجبل من قوم شيث، وراح في عيدهم، ونزل عند قوم قابيل وهم كانوا في عيد. كانوا في البداية بس يقربوا ويشوفوا، بعدها واحد دخل بينهم شاف الحريم وشاف جمالهم، رجع وقال لأصحابه كيف كانت التجربة. هنا كلهم صاروا يبغوا يجربوا، وكلهم بعد كذا بدأوا يبغوا يشوفوا شو الهرجة، وبدأوا يختلطوا مع بنات قابيل. نزلوا عندهم هم متبرجات ومتزبطين في يوم العيد، وهنا ظهرت الفاحشة فيهم وبدأ الزنا، وهذه كانت بداية الزنا. وهذا تفسير كلام الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وانتشر الفساد بهذه الصورة انتشار مرة كبير، وقعد شيث يحاول أنه يحافظ على الباقي من الخير، يمنع اللي معاه أنه يختلطوا فيهم عشان ما ينتشر الفساد بينهم. لكن الشيطان بدأ يوسوس، وبدأت جماعة قابيل يصيروا كثير، أما جماعة شيث بدأت تقل، وقعد الموضوع على كذا إلين جاء إدريس عليه السلام. إدريس هو ولد يارد، ولد مهلائيل، ولد قينان، ولد أنوش، ولد شيث، ولد آدم عليه السلام. وشيث يكون جده الخامس. إدريس اتولد في حياة آدم، ولحق من حياة آدم 120 سنة، يعني شاف آدم وعاش مع آدم 120 سنة، وآدم عليه السلام شاف حفيده السادس. تخيلوا كيف أعمارهم كانت طويلة. إحنا اليوم نوصل لـ60 ولا 70 وقدنا خلاص مختمين كل شيء ونعجز، لكن في زمنهم كانوا يعيشوا للـ1000 سنة، زمن مرة طويل. يا أخي خلونا نفكر شوي مع بعض، تخيلوا تعيشوا حول الـ1000 سنة وما في تكنولوجيا وما في نت وما في تطور. ترى كل هذه الأشياء قد ما هي نعمة قد ما هي نقمة إذا أسأت استخدامها. تخيلوا 1000 سنة نفس الوجوه، نفس الأماكن، نفس الأكل، نفس الشرب، نفس كل شيء كل يوم. أما إحنا اليوم من وجهة نظري في نعمة عظيمة وتنوع من كل شيء، من الأكل والشرب والأماكن، كل شيء متنوع ما يحسسك بالملل. المهم نرجع لقصتنا. عاش آدم 1000 سنة، يعتبر عمر مرة طويل. لما مات آدم عليه السلام ومات بعده شيث عليه السلام، اختار الله إدريس نبي ورسول من بين ذرية آدم كلهم. عاش آدم حول 1000 سنة، تقريبا 960 سنة، ويعتبر ترى عمر مرة طويل. لما مات آدم عليه السلام ومات بعده شيث عليه السلام، اختار الله إدريس نبي ورسول من بين ذرية آدم كلهم. اختار الله إدريس أول نبي بعد آدم وشيث عليهم السلام، هو إدريس عليه السلام. وكان إدريس عليه السلام أول واحد كتب بالقلم، كان أول واحد ينشر الكتابة بين الناس. خليني أوصف لكم شكل إدريس عليه السلام. إدريس عليه السلام كان طويل القامة، وجهه حسن وكثيف اللحية، يعني كان طويل وعريض المنكبين، عظامه ضخمة ولحمه قليل يعني نحيف، عيونه براقة وكحيلة وهادي في كلامه،
وصمته كثير، يغلب على صفاته الهدوء والوقار. إذا مشي كان يطالع على الأرض، يفكر كثير ويتأمل في ملكوت الله سبحانه وتعالى. في عبسة يعني شكله كأنه حزين. إذا عصب يصير صوته عالي، كان يحرك سبابته إذا تكلم. وصف دقيق لإدريس عليه السلام. إدريس عليه السلام قاعد على شريعة شيث، وصار يضيف لها بعض الشرائع الثانية، لأنه رسول يشرع بأمر الله عز وجل. أول شرع شرعوا الجهاد، لأن صاروا يعتدوا على المؤمنين والصالحين، فجهز جيشه بالخيول والمشاة وهجم على قوم قابيل وهزمهم. من هنا بدأت المعارك بين الحق والباطل والخير والشر. للأسف، بس للأسف ما لقيت كلام كثير عن إدريس، لكن ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، قال تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. طب إيش يعني ورفعناه مكانا عليا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج قابل إدريس في مكان عالي وعظيم في السماء الرابعة. طبعا الموضوع هذا ما في حديث صحيح تكلم عنه، بس ذكروها بعض المفسرين وبعض رواة التاريخ، وطبعا ممكن تكون رواية إسرائيلية، يعني لا تصدق ولا تكذب. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن عشان الكل ذكرها هذكرها لكم، وهذه من الروايات الإسرائيلية. لما سأل ابن عباس كعب بن أبي وقال له: إيش يعني قول الله تعالى لإدريس ورفعناه مكانا عليا؟ كان يسأل كعب في الأسئلة الدينية لأنه عنده علم من علوم بني إسرائيل. ابن عباس رضي الله عنه ما لقى شيء في تفسير هذه الآية، وسأل كعب، وكعب قال له المعنى من الإسرائيليات، وزي ما قلت لكم الإسرائيليات إحنا أمرنا أنه ما نكذبها ولا نصدقها. فقال كعب أن الله أوحى لإدريس وقال له أني أرفع لك كل يوم زي جميع أعمال أولاد آدم، كل عمل الناس في زمانه وكل الأعمال الصالحة تنحسب، وتنحسب كمان لإدريس كل يوم، يعني تأخذ أجر عملك وعمل كل الناس اللي في زمانك. إكرام من الله عز وجل لإدريس عليه السلام. فحب إدريس أنه يزيد عمله، لأنه كل يوم له أجر زي أجر أعمال البشر اللي عايشين. فحب إدريس أنه يطول عمره عشان يزيد عمله. فمرة من المرات جاء خليل له من الملائكة، يعني جاء ملك بينه وبين إدريس صداقة وحب، فأخذها فرصة إدريس عليه السلام وقال للملك صاحبه أن الله أوحى إلي أنه بيكتب لي من الأعمال زي أعمال بني آدم في زماني كلهم. فكلم ملك الموت عشان يزيد عملي، يعني طلب من الملك صاحبه أنه يتوسط له عند ملك الموت. قال له: أطلب من ملك الموت أنه يأخرني عشان يزيد عملي. فقال له الملك: أنا ما أقدر، لكن خلينا نحاول، لأن ملك الموت مأمور، بس خلينا نجرب ونحاول. فحمل هذا الملك إدريس على أجنحته. على فكرة ترى أنبياء لهم وضع خاص جدا، ما يموتوا إلا لما يستأذنهم ملك الموت، مو زي باقي البشر. عشان كذا لما خيروا النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ بل الرفيق الأعلى من الجنة. حمل هذا الملك إدريس بين أجنحته وطلع فيه للسماء. لما وصل في السماء الرابعة لقاه ملك الموت. دحين ملك الموت قابل هذا الملك اللي على ظهره إدريس، والملك ذا كلم ملك الموت وطلب منه أن يؤجل موت إدريس. فسأله ملك الموت: فين إدريس؟ قال له: هذا هو على ظهري، يعني أنا حامله معايا. فقال ملك الموت: يا للعجب، الله سبحانه وتعالى أمرني وأرسلني وقال لي أقبض روح إدريس في السماء الرابعة. فاستغربت وقعدت أقول: كيف أقبض روح في السماء الرابعة وهو في الأرض؟ وش اللي بيجيبه للسماء الرابعة؟ فقبضت روح إدريس عليه السلام في السماء الرابعة، وهذا هو قول الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا. رفع الله زي ما رفع عيسى عليه السلام، لكن عيسى ما انقبضت روحه لسه، أنه عيسى بينزل آخر الزمان. وإدريس انقبضت روحه ومات إدريس عليه السلام، ومن بعث نبي بعده، وانتركوا البشر على شريعة شيث وإدريس وآدم. بعدها انتشر الفساد انتشار عظيم، وصاروا الناس يكثروا بفسادهم، لكن ما زالوا على التوحيد، ما انتشرت بينهم الأصنام، قعدوا على التوحيد 1000 سنة بعد موت آدم عليه السلام. وبعد موت آدم كثر الفساد في الناس، وكثر فيهم الفسوق والفجور، لكن ما عبدوا الأصنام. وهذا قول الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة إلين بدأ الناس يعبدوا الأصنام، فبعث الله فيهم نوح عليه السلام. لو حابين أكمل هذه السلسلة وأتكلم عن قصة نوح، أبغى أشوف اللايكات مشعلة للدنيا، أبغاها فوق فوق، أنتوا عاد فوق بتفهموه بطريقتكم، أبغى اللايكات فوق عشان أكمل لكم قصة نوح عليه السلام، وبعد نوح عليه السلام مين جاء من الأنبياء، وأكمل لكم هذه السلسلة. كذا انتهينا من قصتنا. لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعل جرس التنبيهات، واهم شيء اللايك، لان اللايك يشجعنا نكمل. فمان الله.